بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الوطن العربي الكبير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا نلتقي وإياكم في هذه الأمسية الكبيرة. هنا حارس المرمى ياسين بونو أحد الحراس الكبار، نعم، من يتواجد هناك وبالتحديد هنا في هذه الأمسية الكبيرة. هنا حارس المرمى ياسين في هذه الأمسية الكبيرة. هنا حارس المرمى ياسين بونو أحد الحراس الكبار، نعم، من يتواجد هناك مع فريق إشبيلية وأيضا مع المنتخب المغربي. صافرة ومنتخب المنتخب المغربي لا زالت مستمرة في التسديدة، لكن بعد من حارس المرمى نقل الآن. أنس يحاول الآن لمصلحة المنتخب المغربي. الكرة الآن تعود مع سفيان مرابط، لكن إلى حارس المرمى. محاولة المرور بصورة ممتازة لا زالت مستمرة عند مشاركة للمنتخب. محاولة التقدم جانب اللاعب البديل شابالون. لاحظ الكرة الآن في منتصف الملعب. المدرب هنا المحاولة الرأسية، لكن الكرة إلى حارس المرمى. ذلك مقطوعة عادة الآن. إمرابط يلعبها لا زالت مستمرة. هذه كرة هل من هدف؟ المحاولة لكن الكرة بعد ذلك مقطوعة. الكرة بعد ذلك وليد ركراكي لاحظ الكرة والمحاولة لا زالت مستمرة. هذه خطيرة يا أنس. الشغل في أرضية الملعب أكيد لاعبي المنتخب وأيضا مع المدرب وليد في عمل في شغل. الكرة لا زالت حاضرة. المحاولة والتهديد، لكن الكرة مرت. محاولة خطيرة هل من هدف؟ المحاولة لا زالت قائمة في الطرف الأيسر، لكن الكرة بعد ذلك عادت مقطوعة. انطلاقة أمامية، يا سلام على الارتداد بهذه النتيجة الإيجابية. كرة مستمرة. محاولة الآن، هذه محاولة في مكان التسديد. شاهدنا خطورة ماكينة الأهداف، نعم، عبد الرزاق حمد الله. هذه خطيرة، هذه محاولة. لاحظ الكرة والمحاولة الرأسية، لكن الكرة مرت بجوار القائمة. الكرة مرت والإبعاد. تواجد مع فريقنا عبد الرزاق حمد الله. عادت الكرة الآن لحكيم يلعبها نقلة أمامية، لكن الزياش يلعبها استلام الجانب اللاعب. النتيجة رائعة للمنتخب المغربي وأيضا النتيجة رائعة. لكن الكرة الآن نشوفها نتابع العرضية في محرك الإبعاد من حارس المرمى ياسين. عز الدين يحاول، لا زالت قائمة ممنوع على النقلة، لكن لا زالت مستمر. محاولة هذه خطيرة الآن هي الكرة من المنتخب السعودي وأيضا المنتخب التونسي وبجانب مستضيف. يا سلام على اشرف حكيمي، انطلاقة في الطرف الايمن. محاولة زادت قائمة في منتصف الملعب. حكيم زياش استلام في نقلة المنتخب المغربي في الطرف الايمن. هذه خطيرة، هذه التسديدة، لكن بعد منتخب السعودي وايضا المنتخب القطري. لاحظ الكرة الان عادت في منتصف الميدية في محاولة، والكرة بعد ذلك بتتخلص بصورة ممتازة. رولت مستمرة لا زالت قائمة، لكن الكرة عادت الآن في الطرف الأيمن. المنتخب جوردي التسديدة، لكن ياسين في الموعد، ياسين في الموعد. لا يزال يحاول في اللقطة الماضية، لكن الكرة الآن تعود هي محاولة للقطة الماضية مع انطلاقة اللاعب سليم أملاح. سليم أملاح ما فيها شيء، ما فيها شيء في اللقطة. منتخباتنا العربية المتواجدة. لاحظ الكرة هذه خطيرة في محاولة. الله، محاولة لا زالت مستمرة. هل من رأسية؟ لكن الكرة عاد حكيم زياش لعبها كرة في الطرف الأيمن. انطلاقة أشرف حكيمي، هذه خطيرة. هل من أرضية؟ هذه كرة لا زالت قائمة، لكن بعد ذلك الإبعاد. بعد ذلك الإبعاد. الكرة والمحاولة، لكن بعد من حارس المرمى لا زالت مستمرة. خطيرة أيضا المنتخب التونسي والمنتخب السعودي. لاحظ الاستلام، الله، على المشاركة كأكثر منتخب عربي مع تاريخ في المونديال. وأكيد المغرب اللي راح يشارك الآن للمرة السادسة. المنتخب المغربي لاحظ الكرة، الله، المحاولة، الهدف، الهدف، الهدف الأول. الله، الله، في الشباك بداية سريعة للمنتخب. من أبرز الأسماء عبد الرزاق حمد الله اللي عاد من جديد لقائمة نقل الآن. أنس يحاول الآن لمصلحة المنتخب المغربي، لكن إلى حارس المرمى.
انطلاقة أمامية، يا سلام على الارتداد. أدرزاك حمد الله، عادت الكرة الآن لحكيم يلعبها نقلة أمامية، لكن يا سلام على أشرف حكيمي، انطلاقة في الطرف الأيمن، محاولة زي القائمة، حكيم زياش لعبها الكرة في الطرف الأيمن، انطلاقة أشرف حكيمي، هذه خطيرة، علم عرضية، هذه الكرة الآن لا زالت قائمة، لكن بعد ذلك الإبعاد، بعد ذلك الإبعاد. تاريخها في المونديال وأكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة ده هتبقى خاصة بازالة الكرش. كل الناس اللي هي عندها كرش، في ناس دايما بتقول لي انا جسمي كويس بس اللي مضايقني ان انا عندي كرش او عندي ترهلات. احنا النهارده يا جماعه الكوبايه بتاعتنا دي ان شاء الله هتبقى كوبايه سحر. سحر ازاي؟ هتنزل معانا الجوانب والارداف، كل المناطق البز اللي احنا دايما بنشتكي منها او بتبقى مضايقانا في اللبس او في الخروج او في اي حاجه. ده ان شاء الله هنعمل الكوبايه وهنعمل ان شاء الله الحلله. حلله اللي هو ايه؟ هتبقى كوبايه كويسه جدا. الكوبايه ديت هتحرق معاكي كل الدهون اللي انت بتعاني منها، خلاف كده وكده كمان ان شاء الله احنا هنحط عليها مكون كويس جدا. المكون ده هيزود معاكي معدل الحرق بطريقه كويسه، حتى لو انت جسمك ما بيحرقش في لا قدر الله غده في اي حاجه. يعني في بنات كتير او في ناس كتير دايما بتشتكي انا عندي غده وجسمي ما بيحرقش. انا هقول لك على كوبايه، الكوبايه دي هتبقى سحر، هتنزل معاكي كل الدهون وهتزود معدل الحرق في نفس الوقت. يعني يمكن انا اعرف ناس كتير جربوا الوصفه دي كان وزنهم يمكن كان فوق ال 100 كيلو، وفعلا الوصفه دي جابت نتيجه معاهم كويسه جدا. يعني مش عايزه اقول لك ان هي نزلت وزن، يعني وزن كبير جدا. ده مع الوصفه ديت وان شاء الله يعني خلال 10 ايام بالظبط هتلاقي في فرق كبير جدا معاك. وعايزاك توزني نفسك قبل الوصفه وبعد الوصفه، هتفاجئي ان ما عادش ليكي لا كرش ولا جوانب ولا ارداف. بس في شويه يا جماعه يعني شويه حاجات بسيطه كده احنا، او شويه خطوات بسيطه احنا هنتبعهم، اللي هم ايه؟ اول حاجه شرب الماء كتير، تاني حاجه هنقلل من النشويات شويه، هنقلل من السكريات، مش هنمنع نفسنا ولا هنحرم نفسنا من حاجه، خلاف كده وكده كمان الكوبايه ديت اللي احنا هنعملها النهارده دي هتسد الشهيه معاك غصب عنك. يعني ايه غصب عنك؟ يعني اتبع معايا كده الوصفه للاخر عشان اقول لك هتسد معاك الشهيه امتى، لو انت خدتها قبل او بعد، وهتقول لك برده هتنزل معاك الوزن امتى برده لو انت خدتها قبل الاكل او بعد الاكل. فالمفروض ان انت تتابع معايا الوصفه للاخر عشان تجيب نتيجه كويسه معاكي، وان شاء الله هتستفادي من الوصفه ديت، واتحداكي لو انت وزنك ما نزلش عليه. بسم الله ونخش نشوف الفيديو كده. وقبل ما نخش نشوف الفيديو